وقف اطلاق النار عنا، يرحلوا عنا. احنا هيك مش عايشين في امان، احنا عايشين في حصار. احنا لو متنا احسن، انا لو متت وما شفتش الحياة اللي بتصير فينا نتكتل. احنا منشوفش الا الموت والاصابات والجرحى. بفتح التلفزيون بلاقيش الا تشييع جنازات ولا قصف ولا دبابات. بلاقيش برامج اتسلى عليها، بلاقيش صور متحركة، بلاقيش برامج اتعلم منها. كل تشييع جنازات ودبابات، قصف دبابات وطيارات. ليش بيسووا فينا هيك الشعب الإسرائيلي؟